حديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يضيف العلماء هنا المصافحة. المصافحة يعني إذا قابلت شخصا وصافحته، دلت المصافحة على محبة ومزيد منها، وخاصة كما قال ابن مسعود: علمني الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. يعني كف ابن مسعود، النبي يمسك كف ابن مسعود باليمين ويرطب عليها بالشمال، فهذه تدل على عظيم المحبة. وأورده في مناقب عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيد عمر، يعني يصافحه، فهذه تدل على مزيد من المحبة والاهتمام والاعتناء، ولها أثرها الطيب أيضا في دوام المحبة كما سلف. فضلا عن الحديث الذي حسنه بعض العلماء: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. باب